فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما يفعله بعض الأئمة من قراءة سورة الفاتحة بنفس واحد أو بنفسين، هل يعد هذا مشروعا؟ هذا يصح، لكن الأولى أن يسكت على رؤوس الآيات كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسكت على رؤوس الآيات، هذا هو الأفضل. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.